السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن ترتيب الأشجار الخشبية. طبعا موضوع تشجير الطرق واستخدام الأخشاب أيضا أو الأشجار في صناعة الأخشاب من المواضيع المهمة جدا. احنا طبعا مصر بتستورد بملايين الدولارات أخشاب سنويا، طبعا لما له أهمية في صناعة الأساس والصناعات المختلفة، ألا وهي صناعة الأخشاب. النهاردة هنتكلم عن ترتيب الأشجار الخشبية وإزاي إن احنا نرتب فدان من الأرض مزروع أشجار خشبية، سواء هذه الأشجار بقى بتستخدم في الزينة أو تنسيق الحدائق أو الطرق أو كأشجار خشبية إن أنا أستخدمها في صناعة الأخشاب. معانا الباشمهندس هيكلمنا هوت عن ترتيب الأشجار هنا والأنواع اللي موجودة والمسافات والفدان بياخد قد إيه ودراسة جدوى للفدان لهذه الأنواع. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم، أنا سعيد يا دكتور إن أنا مع حضرتك النهارده. أنا أكتر يا باشمهندس. الفدان بتاع نخيل بتاع ترتيب أخشاب أو الأشجار بتاعة الأشجار الخشبية بيتزرع على مسافات 50 سنتي، ممكن أوصل وفي مسافات ده حسب الانواع بقى. ما انا هتكلم المسافه ديت واسعه شويه لان الشجره دي بتحتاج مسافات اوسع شويه، شجره الليستر كوليا. تمام تمام. لو انا مرتب على 50 سنتي او اوسع من 50 سنتي ممكن اوصل ل 8000 شجره في الفدايه. تمام تمام. ترتيبه الاشجار ديت بتكلفني في البدايه اسعار الشتلات بتكون حوالي 3 جنيه متوسط سعر، يعني لو انا صارف على الفدان حسب النوع يا باشمهندس، حسب الانواع يعني متوسط سعر في اسعار ممكن توصل لاربعة وخمسة على حسب النوع. تمام. ممكن اصرف حوالي 30000 جنيه مثلا سعر الشتلات، واصرف حوالي 20000 جنيه في التجهيزات، يعني هصرف لي 50000 جنيه في السنة الاولى. بعد سنتين من ترتيب الاخشاب بيتباع الشجر دوت بطريقتين، اما ان انا ببيع الشجرة على ارضها. تمام. ان هو بيجي تاجر يشتريها مني على ارضها متوسط على ارضها بيشتريها زي ما هي كده، يجي هو يقلعها وياخدها. متوسط السعر بتاعها 100 جنيه. تمام. ممكن في حاجات بتوصل ل 200 جنيه وفي حاجات بتوصل ل 300 جنيه على حسب الاصناف وعلى حسب. طيب احنا قلنا 100 جنيه في 8000 شجر الفدان. تمام. احنا لو بعنا من قلنا قول خمسه يا سيدي. تمام. لو احنا بعنا فقط 5000 يبقى احنا بنتكلم في 500000 جنيه. في كام سنة؟ ده على بالظبط في حوالي من 3 سنين لـ4 سنين. يعني ده عمره هو ده يتقلع. ده يتقلع بعد سنتين، بس أنا بتكلم ليه 3 سنين؟ لأن فيها ده عمره قد إيه ده؟ ده عمره سنتين، بس إن أنا شاء الله. الشجرة هي ضعيفة، الشجرة دي هتقعد شوية. دي تتباع. السنة اللي بعدها. فأنا بتكلم إن الأخشاب بتاخد من 3 سنين لـ4 سنين. لو أنا زرعت مسافات واسعة ممكن أقلل المدة، لو ضيقت المسافات شوية ممكن يزود معايا سنه. طبعا لما بيوسع المسافه عن الشجره دي واخدك منها كبرت سبقت زمايلها. ما شاء الله داخل اربعه بوصه ممكن تتباع دي هتتباع. اصلا دي ممكن تتباع السنه دي. دي هتتباع السنه دي ان شاء الله. تمام. اللي جنبها هتستنى. يعني انت ممكن من السنه الثانيه تبدا بقى تبيع لك كل سنه ب 100000 ب 200000 حسب. تبدا تخف ولما بتخف بتوسع المسافه للشجره اللي جنبها. طيب بتحط، انا شايف بقى ان انت هنا عامل حركه يا معلم. انتوا طبعا هنا بنحاول ان هم يستغلوا كل شبر. لما بيقلع حاجة او قبل ما يقلع اصلا بيكون حاطط عود نخل ملوكي زي ده. ها دي حاجة محتاجة ظل، محتاجة ظل في البداية. على ما يقلع شوية الشجر بيبدأ النخل ده يشد حيله، خلال سنتين ثلاثة يبقى حاجة بسم الله ما شاء الله. العود بيتباع بالمتر بقى، النخل الملوكي ده المتر فيه بيوصل لألفين ونص وثلاثة آلاف حسب حجم العود. تعال نمشي قدام كده يا باشمهندس. يبقى احنا كده عرفنا ان انت ممكن تبدا تقليع بعد السنه الثانيه، بعد سنتين بالظبط، سنتين من الزراعه تبدا تخف التخانات اللي فيها. تمام. ده احنا طبعا دي اتكلمنا استر كوليا. ديت بوهونيا بربوريا اهي. هي طبعا اللي عايز اضيفه ان لازم احاول اوصل لاستقامات، لكن هي البوهيميا صعبه شويه في استقامتها. تمام. هي. انت لو بتزرع حاول توصل للاستقامه 100%. ليه؟ لان هو عود التصدير بيحتاج عود سرح زي ده ومستقيم، ويمكن ده كمان ما يناسبش التصدير قوي. بس حضرتك يا دكتور العود ده يعني عود زي ده كده ده اللي يناسب التصدير. هو التصدير عادي ده بيتباع باسعار بقى محترمه جدا، يبقى افضل. تمام. طبعا في طريقتين للتسويق. لو انا عندي معرض يبقى طبعا الناس هتسال على موضوع التسويق ده. اتفضل. بص بقى، لو انت فلاح بس او قصدي يعني انت ما عندكش معرض وزارع ارضك
فانت بتجيب حد من بتوع المشافي اللي يشتريها منك على ارضها. وانا بتكلم في دراسه الجدوى عن الحد الادنى، يعني ال 100 جنيه ديت هي الحد الادنى للشجره. في اصناف ممكن تتباع ب 150 ب 200 ب 300 برضه على ارضها، لكن انت لو عندك معرض بتقدر تبيع بعد القيمه المضافه بقى، بتحط الصندوق بيكلفك حوالي 150 جنيه. تمام. وطبعا ايجار ارضك ومشتلك و و، بس انت تقدر تبيع الشجره بعد ما تصندقها بحوالي 500 جنيه. هو طبعا اول سنه بتبقى صعبه لان بتبقى ثمن الشتلات والعماله ومش عارف ايه، بعد كده الارض احنا شايفين يا جماعه ان الشجر ضلل. تمام. مفيش حشايش، الشجر بيوقع ورقه اهوت، بتحتاج عزيق شويه في الاول، اما غير كده ما شاء الله مفيش ولا عود حشايش هنا. تمام. ما شاء الله. اتفضل قول كمل. ده بالنسبه للايه؟ لتغطير الاشجار. ده جلوكا. دراسه الجدوى كامله موجوده على القناه بتاعتي يا دكتور، الرابط بتاع الفيديو، الرابط بتاعها هيبقى اسفل الفيديو. تمام. ان الناس لو حابه برضو تاخد معلومات زياده. دي جاكاراندا اهي، ممكن تدخل على القناه باذن الله.